ميزانيته ما ناسبتني، فهمتوا؟ لأن قلت له أبيك تكتب لي بيت في دبي باسمي عشان تصير ملكة. وراح وعساس إنه جاي يكتب البيت باسمي، وعساس وعساس آخر شيء رايح حاط شقة بدبي باسمي. أنا قلت له ما قلت لك أبي شقة من البداية، قلت لك أبي بيت. أوكي شرى لي شو اسمه ساعات، وشرى لي جناط، وشرى لي سيارة. بس يعني هو دائما ينزل طبقة، يعني مثلا أقول يوم قلت له أبي الجي جي كلاس، ويقوم يشتري لي جي إل سي مطاف. خلاص قلت له تدري شلون فركش، يقول لي لا أنا عندي زوجتي وعندي 7 عيال، يعني هذه مقدورياتي، وإن شاء الله بعد كم شهر بشتري لك فيلا وما أدري شنو. قلت له خلاص عيل، خل مرتك الأولى هي اللي تفيدك بيبي، أنا ما راح أرضى بالقليل، وأنا للحين فطفطة صغيرة، عمري 25 وأقدر أختار وفي وايد choices. احنا ككويتيات نختار زوج العيارات عالية، لان الكويتية متعودة على العز ومتعودة على الدلال، وكل بيت يشهد على هذا الشيء. بعدين احنا بالكويت ما ادري اذا انتم تدرون ولا لا، بس بالكويت ما في فقير، لان احنا بالكويت ما عندنا مثلا مواطنين يشتغلون في محطات قطار، ما عندنا مواطنين يشتغلون في ستاربك ولا في محلات قهاوي. الشغل مو عيب، الوظيفة ما هي عيب، أنا هذا مو موضوعي، أنا قاعد أقول إن الحالة المادية ولا الحالة المعيشية اللي متوفرة عندنا جيدة، فما يصير تقولون على أي إنسان كويتي حق نعمة.